كاريتاس ونحن باقيين معكم وبعدنا مبلشين معكم بهالحلقه الخاصه لكاريتاس ومن خلال ام تي في عم نجرب نساعد قد ما بنقدر كل الناس اليوم يلي بضيقه ماديه بكمان ازمات نفسيه. كل فريق كاريتاس مجند وشبيبه كاريتاس يلي راح نتعرف عليها هلا مجنده كلها اليوم المنسق العام لشبيبه كاريتاس لبنان بيتر محفوظ اهلا وسهلا فيك. ودونا شلاله مسؤوله شبيبه اقليم ساحل المتن الشقيه. دونا الشقيه هلا بدنا نتعرف عليها. بحب ذكر بأرقام تليفونات يلي رح بتشوفون على الشاشة 8111027 لكاريتاس 03-112-888 كمان للتبرع خلال الام تي في. هالتبرعات يلي رح تنجمع سوا أكيد وأيضا عبر السوشيال ميديا كل السوشيال ميديا لكاريتاس فيسبوك انستا تويتر وويب سايت كاريتاس. ممنوع حدا يتوجه لعنا اليوم ونقول له لا وممنوع حدا يتوجه لعنا اليوم ونرده خايب. الكل بده يفل مع بسمة على وجهه وانتم مشاهدينا وكل شخص رح بيساعد رح بيكون عنده أحلى بسمة بقلبه بروحه وعلى وجهه. ما هيك بيتر؟ يعني انتم من خلال هيك عملكم التطوع الاجتماعي يمكن تعرفوا اكثر من كل الناس وبتقدروا تفسروا لنا قد ايه العمل التطوعي بيعطي فرح. خبرنا شوي هيك عن كيف قررت تبلش واي متى اسستوا الشبيبه. شبيبه كاريتاس بلشت رسميا كجهاز شبيبه سنه 2005 يعني منا كثير قديمه. اليوم نحن حوالي 800 شبيبه لانه صحيح اليوم نحن حوالي 800 شاب وصبيه بكل الاراضي اللبنانيه مقسمين على مراكز كاريتاس الاقاليم ال 36. اليوم الشبيبه بس تقرر تتطوع بكاريتاس في رساله في هدف من وراها او ممكن يكون بالغلط. انا من الاشخاص يلي فتت من اكثر من 15 سنه وفتت على كاريتاس بالصدفه حبيت جرب هيدي الخبره ويلي بيفوت على كاريتاس يعني ما بيطلع منها كيف بالصدفه شو صار؟ شفت شبيبه عم بيكونوا عم بيساعدوا بالنشاطات الموجوده بكاريتاس وحبيت جرب هيدي الخبره انا بالمدرسه وتعلقت بكاريتاس واليوم بعدنا بكاريتاس ولانه اقتنعنا بالرساله وبالهدف يلي كاريتاس موجوده كرماله. شو اللي بيعلق هالقد بكاريتاس يعني دونا؟ ما فيك تقولي شو اللي بيعلق هالقد لانه الا ما تفوتي وتجربي لانه من اول نشاط بتحسي لازم اعمل نشاط ثاني تشوف بعد شو فيه وبيصير عندك الفرح العطاء شيء كثير كبير وبيصير ادمان كمان عندك. يعني هيدا شعور ما بينوصف الا ما الواحد يجربه. يا محلى هالادمان مقابيل الادمانات يلي عم نشوفها بمجتمعنا اليوم. يا ريت كل الشباب اليوم بيتمثلوا وهيك من ماشي بنقدر نعطي كثير. خلينا نقول لهم شو بنقدر نعطي من خلال الشبيبه. نحن قسم الشبيبه اكيد في نشاطات كثير مختلفه ومتنوعه وهيدا هيدي شغله من الاشياء يلي بتجذب شبيبه الاشخاص يتطوعوا بشبيبه كاريتاس. يعني نشاطاتنا منوعه يعني في نشاطات رياضيه اجتماعيه ثقافيه نشاطات مع الاطفال مع المسنين مخيمات صيفيه. اكثر نشاط كمان بيجذب الشبيبه وبخليها تتعلق بكاريتاس هي النشاطات يلي بتلمس الشخص المحتاج مباشره واهم نوع من هودي النشاطات هو ترميم البيوت يلي بنعملها كل سنه. فكل سنه بننقي بيوت ناس بحاجه. اكيد اليوم رح يقطع معنا كمان معناتها انتم اللي اخترتوا وقدرتوا تلاقوا هالبيتين يلي اليوم كثير بحاجه ببرج حمود وبنبع. صحيح بالتعاون مع الاسيستانت سوسيال الموجوده بكل مركز عم نكون عم ننقي بيوت ناس بحاجه تندهنهم ونظبطهم اشياء كهرباء صحيه والشبيبه هي بتخضع لتدريبات تتقدر هي تعمل هيدا الشغل. نعم. يعني اليوم شبيبتنا هي بتتجند كرمال تروح تدهن تشتغل بالصحية بالكهرباء بالخشب. يعني مين بيعلمون؟ في دورات بياخدوها دورات على مدار تطوعهم بكاريتاس من ضمنهم دورات خاصة بهيدي الأمور. دونا انتم بسحل المتن قد ايه بتنسقوا مع بعض لانه في كثير مراكز بلبنان، هل المبادرات او الحملات او المشاريع هي نفسها عند الكل او كل مركز بيتفرد هيك بشغله؟ هو عندنا نحن ثلاث انواع نشاطات، هي النشاط الناسيونالي بيتنسق مع كل لبنان، النشاط اللي بيكون ان كولابوراسيون مع غير اقليم والنشاط المحلي. نعم. يعني النشاط المحلي هو حسب بننسق مع شبيبه
وحسب البروجرام نحن اللي بنعتمده كل سنه نمشي عليه، من نشاطات للختياريه للولاد للجان حسب، والنشاط الناسيونال حسب شو عنا نشاطات بالمركزية، عنا شو بتبعت لنا نشاطات ان كولابوراسيون مع بيتر. يعني في هيك مثل لائحة نشاطات بتقدروا توزعوها عبر المناطق وحسب حاجة كل منطقة بيتر؟ صحيح، كل منطقة حسب حاجتها. الشبيبة، جروب الشبيبة بهيدي المنطقة بيكون عم ينفذ نشاطات معينة. نعم. بيشوفوا شو الحاجة إن كان للمسنين للأطفال أو للشبيبة، وعلى أساسه بتتنقى وبينحط رزنامة سنوية وبيتنفذوا هودي النشاطات كل منطقة بمنطقة. على كل حال انتو حضرتوا لنا فيديو، ما بعرف اذا صار ردي بنقدر نحضره سوا، عن الشبيبة بكاريتاس. فيديو بيعرفنا أكثر على قسم الشبيبة بكاريتاس، وألا رح يعرفنا أكثر على الحالات اللي بلشت توصل لعنده على كنيسة مارليس بالدكوانة. ألا رح ننتقل لعندك لحتى نتعرف على أول حالة، وبعرف أنه حواليك جمعوا مثل العادة من محبتك ألا للناس ومن هيك حب العطاء اللي عندك إياه، رح ننتقل لعندك. اليوم طبعاً حيكون قلبنا كبير لنستقبل هالحالات ونشعر معهم ونحس قد ايه اليوم عم بيعانوا من عده امور، ولكن خلينا اول شيء اوصف لك ويني انا حاليا. انا بصاله كنيسه مارلييس اللي تحولت اليوم الى عياده طبيه، بالاضافه الى خدمات لاطباء واختصاصيي النفس ايضا ليقدموا خدماتهم للناس عم بيقطعوا بمرحله صعبه. كلنا بنعرف كلنا اليوم عم نقطع مرحله اقتصاديه صعبه جدا، بالاضافه يعني رح ياخذوا استشاره طبيه مجانيه ورح يتوجهوا اذا بحاجه لادويه في عياده متنقله كمان امام الكنيسه ليحصلوا على الادويه المناسبه لكل مرض او داء. خلينا حاليا ننتقل لاول حاله، رح نتعرف على عائله كثير كثير مهضومه ولكن عندها معاناه وتحديات، واليوم سويا رح نقدر نغيرهم هالواقع لانه رح نحط ايدنا بإيدهم. خلينا ننتقل مع جورجينا و مارتين. بونجور جورجينا مارتين. أول شيء كان من الصعب جدا، قلتي لي ما بدك تطلع على الهواء لأنه أصلا ما كنت عارف إنه في كاميرا حيكون وتصوير، ولكن اليوم رح تتفاجأ أداليا والعالم حيغمرونا بمحبتهم وضلهم واقفين حدنا. أول شيء خبريني بالضبط أنت ومارتين شو مشكلتكم الأساسية؟ أنا وبنتي معنا سكري من نوع أول، ناخد أنسولين دائم. بنتي عندها كهرباء بالرأس، بتاخد ديباكين وبدها دائم فحوصات وبدها علاج دائم لطول العمر، وبلاقيه صعبة. وهلأ قاعدين نحن كليتنا بلا شغل بالبيت، بيتي أجار ومكسورة على الأجار، وأنا عندي عملية لعيوني مش قدراني أعملها، عيوني عندي مية زرقة بعيوني والشبكة تعبانة وما قدرني. اوكي انا لك لك فانا هختصر المشهد انا والمشاهدين والمحبين. اول شيء اسم الله عمرتين اللي بيطلع فيها، ما حدا بيعرف انه عم بتعاني من داء السكري تايب 1 اللي هو صعب خاصه بعمره، وما في الاكل الموجود بالبيت لتقدر تحافظ على دايت معين كرمال تحافظ على نسبه السكري بجسمها، وليس هذا فقط، كمان عندها كهرباء بالراس. يعني اليوم اللي بيشوفها بيفتكر انه اسم الله اقوى منها، ولكن ما عندها يعني اذا بدكم
الامكانيات الماديه. عم جرب لاقي الكلمات اوقات قد ما اني متاثر شوي بس كمان بقوى وتشوف هيك حالات ما عندهم الامكانيات الماديه انه تقدر تتعالج وتحافظ على صحتها. اما اليوم مهددة أنه تعمى لأنه بكل عين بحاجة العملية وكل عين بتكلف من 150 دولار كرمال ما تخسر عيونها لأنه سكري ضرب على عيونها. ولكن أول شيء بدي أحكي مع مارتين. فيني أقعد بالنص بيناتكم؟ مارتين أول شيء واو بسم الله عليك عم تضحكي كل الوقت وما كنت بعرف أنت حضريني كمان. خبرينا قد أنت حب اليوم أنه تعيشي بحياة طبيعية وقد أنت كمان عم بتجربي أنك تكوني عم تعيش حالة طبيعية ورغم كل الصعوبات يمكن الاكل مش متوفر بالبيت الاكل معين يمكن ريجيم معين عم تقول للماما انه مكسو عليكم اجارات يعني شو فينا نعمل اليوم نحن لخليك تصيري هيك تحسي حالك مرتاحه؟ انا اول شيء دائما بقول لماما بالبيت انا تعبت من السكري بدي اعمل بدي حل من هيدا المرض لانه تعبت من عمري 3 سنين عم بتحمل هيدا المرض فما بقى فينا. طب نحن هلا صار في هالمرض موجود بدنا نتعايش معه. انا بفتكر لازم نعمله انه نقدر يلي بيقدر يساهم بشيء لنقدر نخلي حياتك تصير احسن، علاجات افضل، متابعه. عم تقول لي امك مش كل مره تقدر تروح عند حكيم يصير عندك متابعه، اليوم لانه هون في استشارات طبيه مجانيه جيتي مشيت كملي متابعه لدي اللي عم تعيشي، ولكن فينا نتعايش مع هالمرض، بتعرفي انت عنه كثير، شو بتقولي للناس من عمرك اوكي كمان عم بيعيش مع هالمرض، بدنا نعطيهم شويه معنويات، صح؟ شو بنقول لهم؟ بقول لهم انه الله يشفيهم وما يشوفوا هالاذى اللي مثلي وغير لانه خلينا نعطيهم شويه معنويات لانه بسم الله عليك شو قويه، ما بدنا نقول لهم انه لا بدنا شو بتقولي لهم شيء هيك ايجابي؟ تعبانة انت ايه؟ طب ليه عم بيسمعنا؟ بحاجة نقوي امه لانه امه هي عم بتربي بنتها مارتين، يعني بحاجة اليوم انه نقدم لهم مساعدات صغيرة ان كان علاجات طبية لبنتها او نوع الاكل يقدر تجيبه على البيت يكون ملائم بالحالية عايشة فيها حاليا كرمال دائما تحافظ على كنترول السكري. ما بدنا كمان امه تخسر عينيها. سو في ارقام عم تطلع على الشاشه اتصلوا وتبرعوا لانه او تبنوا بعض اجزاء من هالمساعده لانه فيك تغيروا حياه مارتين لك اسم الله عليها اللي عم تروح على المدرسه عم بتكمل علمها لانه مآمنه انه فيها تحسن حياتها ومآمنه كمان انه فيها تحدى كل هذه الصعوبات وتكمل حياتها بشكل طبيعي. اكيد على نحن معك جورجينا وانا مبسوط كثير انه اكون معكم نهار الاحد هذا احلى احد ممكن اقضيه معكم. واليوم سيدنا يسوع المسيح دخل الهيكل واليوم عم ينورنا اكثر واكثر نكون مع بعض اوكي احد مبارك لك اوكي خلينا ننتقل لك هنا لحاله ثانيه. وينو ميشيل؟ الا وينو ميشيل؟ طب تولد. نعم رانيا نحن رح نتابع بعد في حالة عندك تاني. أنا كمان صار عندي حالات هون أيضا أنا بحب أقول لك أكيد رح نستقبلهم بعد شوي. شو بعد عنا بالكنيسة عندك؟ ما بعدني معك على الهواء راني صح؟ أوكي عظيم. خلينا بس اعطيكم بس فكره شو عم بيصير هون. حكي مع احد الاطباء يعني عم بيقدموا كمان خدمات نفسيه ناطرين ميشيل ليجي لنكمل. طبعا انت كنت عم تحكي مع ميشيل قبل ما يجي عندنا ميشيل بدنا نتعرف عليه شخصيا. كنت عم تحكي معه اليوم الشخص عم بحكي عنه معه كونسير بالبروستات عايش باوضه صغيره مع اخته بجراج. نعم وكمان عم بيقول انه عندي حاله نفسيه سيئه جدا. سو هلا حيطلع من الحميه بدي احكي معه ايه خبرينا عنه اليوم شو فينا نساعده او المشاهدين بدها يتعرفوا عليه شخصيا. قد ايه هو مهضوم عمره 73 سنه للاسف بلبنان ما في الاعتناء المتواصل لل او ما في ضمان شيخوخه بالاحرى. خبرينا شو فينا نحن نعمل نقدم نساعد واللي عم بيسمعنا. هلا مثل ما انت قلت انه الوضع المسن بلبنان صعب بس نحن هون فينا نساعده على قد ما بنقدر انه نقدم له الدعم.
الصحة وأكيد النفسي وأكيد الاجتماعي. هلأ أنا كأخصائية نفسية بحكي عن حالي، فينا نساعده لحتى يرجع يلاقي الأمل إنه يكفي، يلاقي حدا حده بعمره هو بحاجة إنه يحكي ويفضل اللي بقلبه، يمكن ما عم بيلاقي شخص حده يحكي له أو يطلع الشيء اللي جواته. نحن فينا نساعده لحتى نفرجيه إنه نحن موجودين هون، نعطيه الاهتمام اللي هو بحاجة لإله. بس خلينا خبره شو قدر استفاد اليوم بما يجيته لهون. اليوم قدر اخذ استشارة طبية ببلاش، كمان عطوه رشدة ليطلع يجيب في يجيب أدوية من العيادة المتنقلة. يعني نحن ناطرينه يطلع، بس تعرفوا قد شخصية حلوة، بس طبعا جوا في وجع كتير كبير. كمان الدكتورة بنت حلته، رح تستمع له لكل مشاكله بالمستقبل، لتدلى إلى جانبه، لتعطيه بصيص أمل أنه في حارب مرضه الموجود فيه. وحتى الأوضاع الاقتصادية اللي عايش فيها، يلي عايش بأوضة كتير صغيرة بجراج للأسف، ولكن حوجي هلأ، بس لكن وقت تشوفوه رح تقول أنه عن جد في ناس قوية كتير ونحن الضعاف. ميشيل نطي مثل عم تشوفوا، لكن في عدد كبير اجا، في ناس موجودين بالقداس حاليا بالكنيسه كمان حينضموا الينا، يعني في بعض جاي يقدم مساعدات، واذا حابين تقدموا ثياب او مواد غذائيه او امور اخرى فيكم تجوا على كنيسه ماري الياس بالدكوانه، لنكون اليوم في هذا النهار الاحد فعلا نهار عائلي لبناني بامتياز كلها مع بعض، وشيء بيشرف لانه عم نشوفك ناس كيف متحمس اليوم. كمان طبيبه موجودك عم بتقدم حالات، شو بتعطي استشارة صغيرة اليوم لكل الناس اللي عم بيعيشوا بهالحالة الاقتصادية والنفسية الصعبة؟ نحن بكاريتاس عم نكون عم نساعد العالم على جميع الأصعدة. أكيد مثل ما نحن بنعرف أنه ما فينا نساعد الشخص بس على صعيد واحد اللي هو المادة، فمن هيك نحن منتابع على صعيد المادة والطبي والنفس. شكرا. كلمة نقدم خدمة. إجا ميشيل ورح تعرفوا معي على ميشيل. أنا بسميك مناضل لأنه عم تعاني من ضيق صعب جدا، هو كونسير البروستات، بالاضافه نفسيتك تعبانه كانت، وطبعا حالتك اقتصاديه صعبه جدا، ولكن قلت لي انه انا حابب اعبر عن مشاعري، وكنت عم تقولها للدكتوره ومنك ابدا يعني مستحي بشيء، بالعكس ما عم تعمل شيء غلط، ولكن شو بتحب تقلنا اليوم المشاهدين عم يسمعوك حابين يقدموا لك بعض المساعدات لخلوك بمطرح افضل براحه افضل؟ مطلب صلوا لأجلي أول شيء. صوت نايس. صلوا لأجلي. حلو. والإنسان ما بياكل إلا رزقته. ما تنسى منيح، ما تنسى أحد. إيه احكي احكي احكي. والإنسان ما بياكل إلا رزقته. شو وكيف بدنا نعيش الله بدبير. اليوم في لبنانية أكيد حيتصلوا بالأرقام الموجودة على أسفل الشاشة، لا بس يوقفوا حدك، أنت اليوم بدولة ما أنا ناصفتك مزبوط، مش قدرت لك خدمات يلي تقدر تهتم بالمسن. اليوم شعب اللبناني عم بياخد الدولة معه كلها، ما كلها وزارة الصحة منيحة ماشي معك، إيه إيه وزارة الزراعة وزير هيك وزير هيك وزير هيك قلت لكم ميشيل مهضومة كثير، قلت وزير هيك ميشيل يعني كيف وقت اللي كانوا خلينا بس نعم شفتوا حتى مع كل وجعه مع كل يلي يعني المرحله الصعبه اللي عم بيقطع فيها بضل عنده بسمه على وجهه، هيدا بياكد انا كمان حياتي بتعلمنا امور كثيره. يعني رانيا يعني انا مبسوط اليوم انه يكون يمكن مع قصه شوي صغيره عم شوف بعض الحالات شوي صعبه، ولكن أنا اليوم عندي أمل كتير كبير أنه بعد في لبنانية بيعقدوا في هذا البلد، وطبعاً تحية كبيرة للبنانيين بعالم الاغتراب يلي أكيد رح يكونوا السباقين اليوم بالقيام بعدة مبادرات لمساعدة أهلهم الموجودين في وطنهم الأم، لأنه في كتير عالم ما قدروا إجوا على الأعياد بسبب طبعاً كلنا بنعرف شو هي الأسباب طبعاً الأمنية والاجتماعية اللي كنا عم نعيش فيها، بس اليوم عم بيقدروا يتواصلوا عبر مد يدهم لأهلهم هون. ونحن الـ MTV مع فريق كاريتاس اليوم فريق كبير كتير كبير لنحقق نتيجة كتير كبيرة اليوم. ورانيا نعود إليك وسأكون معك، بس بفتكر المريض مثلي بهمني المريض مثلي مقتنع راضي بما شاء الله له بما شاء الله، الله ما بريد إلا الخير، بس بيسخن الواحد بده يرضى الواحد، مش عيب واحد يسخن، هيدي الحياة يعني، ولكن بده يقتنع طبعا بده يقتنع.
ولكن بدنا نقول بس انه وقفوا معنا في هذه الاوقات الصعبه ووقفوا نعم مع ميشيل كمان اللي نعم فعلا فعلا قلبه كثير كبير واليوم جريء جدا انه يقف معنا ويقول مثل ما هي انه المرض مش عيب. اكيد مش عيب, كلنا معرضين يصيرنا معنا شيء بالحياه. واليوم قفنا مع مارتين وجورجينا وهلا مع نعم ميشيل, وطبعا تعالوا لعنا لكون معكم. نعم علاء, اكيد المرض مش عيب, العيب الكبير انه ما يكون في دوله عم تقدر تامن كل مريض وتامن حاجات كل مريض. العيب بانه يكون في مسؤولين عم بيبدوا حالهم واولادهم على كل المواطنين, والعيب انه ما يكون في احساس بالاخر بلبنان, وخصوصا من قبل الشبيبه مثل ما كنا عم نحكي من شوي مع بيتر ودونا. بيتر, لما بنشوف هيك حالات انتم شو بتكونوا عم تشتغلوا على الارض؟ نحن أطلقنا برنامج مؤخراً اسمه تبنى ختيار. نعم. يلي كل أربعة من الشبيبة بنقوا مسن بمنطقتهم بالحي بالضيعة عندهم وبيهتموا فيه, بيزوروا كل جمعة, بنطفوا له البيت, بيعملوا له أكل. أوقات الشخص منه بحاجة غير هالاهتمام, بده حدا يكون عم يقعد معه يتسمع له يقضي وقت معه, وهيدا الشيء ضروري نكون نحن كشبيبة عم نقدر نأمنه لهؤلاء الأشخاص وعم نشتغل عليه. بيتر محفوظ ودونا شليلة من مسؤولي شبيبة كاريتاس, وأكيد لحتى تقدروا تتبنوا كمان الناس بدهم يتبنوا ويكونوا مسؤولين معكم على 03-112-888-811-0027. شكرا لكم, رح ناخد بريك ورح نتعرف من بعده على هدى, خليكم معنا.